اوكي، مرحبا. هذا الدرس العاشر بدروس لغة الأوبجكتيف سي على نظام ماكنتوش. نحن هون رح نتعلم شيء بنسميه بالإنجليزي نستد لوبس، أي إنه بيكون عندي اثنين لوبس بقلب بعض، في عندي حلقتين تكرار بقلب بعض. كويس، الأولى بتتحكم بالثاني. اوكي، ف هلا او ممكن يكون يعني انه في الاولى بتيجي قبل الثانيه. كويس، لتتنفذ الحلقه الثانيه لازم تكون الاولى خالصه لفه. كويس، كل لفه بتخلصها الاولى بتكون هذيك خلصت كل اللفات اللي عندها الداخليه. هلا بنشوف شو الوسط. مثلا هلا بدي اجي ارسم مربع. كويس، فعندنا هون بدي ارسم مربع يعني من النجوم، مش انه اي مربع يعني. فبعمل استخدم الفور عادة أكتر شيء. كويس، بقول له فور انت اي signed as 0 اي less than or equal to 10 مثلا. اوكي، اوكي اي بلس بلس، تمام. بفتح قوسين بس اظبط الكود. هلا بهاي شو بجي بعمل؟ بجي انا فور مش اي، هلا فور انت جاي. اوكي، assigned as 0. اوكي، j less than or equals to 10، تمام، او خليها to 9. هلا بنفهم ليش. اوكي، j plus plus، تمام، سكر هاي وافتح هاي، نعمل وحدة. هلا شو بنقول له هون؟ نقول له print f ونقول له بس نجمة، تمام. هلا هون شو رح يصير معي؟ رح يضله خلال كل وحدة i بتطلع معه بيعمل 9. كويس، وهون ورا منها شو بحب يجوا على بعض، وبعدين بس يخلص بيعمل print f. كويس، لوحدة نجمة. كويس، بس هاي شو بتجي معها سلاش ان، يعني اخر وحدة اللي على الاخر بزيدها وبيعمل معها ان زيادة، فبينزل سطر بيكسر سطر هيك. كويس، فكل ما يوصل لاخر قبل اخر الجاي بيحط وحدة فيها سلاش ان. كويس، لانه هدول البرنت افات عاديات رح يضلهم ورا بعض 9، كل 9 ورا بعض، بس الاخرانية حتنزل حدها بس في سلاش ان فبتكسرها فبتكمل انت من الاول. نعمل احياء اول شيء هون، وهذا ال شو اسمه المربع تبعنا، شايفينه كيف 10 سطور. خلينا نصغره شوي مثلا للأربعة هون عشان أبين، وهون للخمسة قد نصه. شايفين كيف؟ هلا هو يعني ما راح يطلع كتير 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 مربع، بس الفكرة انه اذا بتعدوهم هولي. اوكي، هاي ثلاثة، هاي ثلاثة هون، هاي ستة، لانه عم تحكي انت من الصفر للاصغر او بيساوي خمسة، يعني بيطلع لك وحدة اضافية. وهاي عندك هون اذا بتعدهم هول حتى نشوف كمان بيطلع لي ستة، فتقريبا كأنه مربع من النجوم. كويس، وبيطلع مستطيل بس لدواعي انه الفراغات. اوكي، بس هو هاي بنحسبه نحن انه شكل مصفوف مربعة من الاشياء. فنلاحظ هون انه الاولانية هي كل ما تيجي وحدة بتعمل لك
كل ما تحرك على اي الجي بتخلص الشيء عندها. تمام، ممكن اعملها انا لحد ما دام هي اصغر او بتساوي الاي. شوف هلا شو راح يصير معي. يس، ف بيطلع عندي مثلث. كويس، طبعا اذا عاكست الجي بالعكس، يعني اذا عملنا جي هي للخمسة وجي اكبر بتساوي من الاي جي ماينس ماينس، شو راح يصير؟ اوكي، بيطلع معكوس. تمام، إذن هيدي هي الفور لوبس، هي كيف فينا نستخدمهم كنستد لوبس. الوايل والدو وايل نفس الشيء، فيك تعمل كل هالحركات نفس اللي بنعملها قبل فور لوب، ومش باقي مش واقفة بس على اثنين بقلب بعض، فيك تحط 10 بقلب بعض. كويس، تخبطها خبصة كبيرة. تمام، تعمل هبرة كبيرة يعني. فهذه هي الفور لوب، وهيك فينا نعمل نستد فور لوبس. اوكي، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالدرس، ورجاء التسجيل في القناة باسمك اليوتيوب الحقيقي. كويس، مسجل فيه باليوتيوب، وتعليقاتكم، وشكرا.